بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قسم الرياضيات في مدرسة عبد الله الصانع، أرحب بكم ونتابع معكم أهم الأفكار للوحدات الثالثة والرابعة والخامسة للصف الثامن من الفصل الدراسي الأول. نبدأ معكم السؤال الأول. أوجد مجموع قياسات زوايا الشكل السباعي، وضع القانون جيم تربوس إلى مجموع قياسات زوايا المضلع المنتظم، ونون هي عبارة عن عدد الأضلاع، أي نون هنا تساوي 7. نطبق القانون، إذا جيم تساوي سباعي، إذا وضعنا 7، 7 ناقص 2 يساوي 5 في 180 درجة، ونقول مجموع قياسات زوايا الشكل السباعي المنتظم تساوي 90 درجة. ننتقل معكم إلى السؤال الثاني. من الشكل المجاور أكمل ما يلي؟ بداية ننظر إلى المعلومات الموجودة على الشكل. واضح أن هذا الشكل هو مثلث، وهذا المثلث متطابق الضلعين، وأيضا قياس الزاوية صار تساوي 70 درجة، ولدينا هنا الزاوية صار س ب، والزاوية عين س ب موضوع عليها نفس الرمز، أي أن هاتين الزاويتين متساويتين في القياس، أي بمعنى أن س ب هو عبارة عن منصف لزاوية الرأس في هذا المثلث متطابق الضلعين. إذا قياس الزاوية س ب ص، س ب ص يعني هذه الزاوية قياسها يساوي اعتمادا على خواص المثلث المتطابق الضلعين تساوي 90 درجة، والسبب في المثلث المتطابق الضلعين منصف زاوية الرأس عمودي على القاعدة ويمثلها. قياس ص س ب أي هذه الزاوية نعمل في المثلث س ب ص، الزاوية ص 70 والزاوية ص س ب تساوي س ب ص تساوي 90 درجة، ومطلوب حساب الزاوية ص س ب اعتمادا على مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة. إذا نجمع 70 زائد 90، 70 زائد 90 يساوي 160، ونطرحها من 180 درجة ويكون الناتج 20 درجة، والسبب مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 درجة. المطلوب ص ب تساوي من تساوي، لاحظ أن س ب هو منصف زاوية الرأس عمودي على القاعدة وينصفها، أي النقطة ب تقسم القاعدة ص ع إلى نصفين متطابقين، يعني ص ب تساوي ع ب. إذا نضع ص ب تساوي ع ب، أي طول ص ب يساوي طول ع ب، والسبب نذكر بقية الخاصية في المثلث متطابق الضلعين، نختار منصف زاوية الرأس، نختار ما يهمنا في هذا الكلام أي ينصف القاعدة. ننتقل معكم إلى سؤال آخر. من الشكل المجاور؟ الشكل المجاور موضوع عليه معلومات، موضوع هنا هذه الزاوية قياسها 100 درجة، المثلث متطابق الضلعين، إذا مثلث ألف باء جيم متطابق الضلعين، زاوية الرأس ألف وزاويتا القاعدة باء وجيم، قياس باء ألف جيم هذه الزاوية، إذا هذه الزاوية قياسها كم؟ إذا لابد أن ننقل هذه المعلومة إلى داخل المثلث، لأنه يلزمنا في المثلث متطابق الضلعين
يلزمنا على الأقل زاوية واحدة، قياس زاوية واحدة. إذا نلاحظ أن 100 درجة قياس هذه الزاوية ما علاقتها بالزاوية ألف؟ طبعا زاويتان متقابلتان بالرأس، إذا والزاويتان متقابلتان بالرأس متطابقتان، إذا قياس باء ألف جيم يساوي 100 درجة والسبب التقابل بالرأس. نريد الآن حساب قياس الزاوية باء. الزاوية باء والزاوية جيم هما زاويتا القاعدة، إذا قياس باء يساوي قياس جي. السبب زاويتا القاعدة في المثلث متطابق الضلعين متطابقتان. إذا بقي علينا حساب قياس ألف باء جي. بما أن قياس الزاوية ألف 100 درجة، إذا بحساب قياس الزاوية باء والزاوية جي مجموع قياسهما نطرح مجموع قياس من مجموع قياسات زاوية المثلث 180 درجة، إذا 180 درجة نطرح منها قياس الزاوية باء ألف جي التي حسبناها قبل قليل اللي هي 100 درجة، ويكون الناتج 180 درجة ناقص 100. طبعا باعتبار أن الزاويتان قاعدة متطابقتان مقسم، إذا المجموع 180 ناقص 100 يعني 80. باعتبار أن الزاويتان متطابقتان إذا نقسم 80 درجة على 2 ويكون الناتج 40 درجة، واعتمدنا هنا على مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180 درجة، لنذكر هذا السبب. ننتقل معكم إلى سؤال جديد في الشكل المجاور، أوجد طول المطرح. إذا هذه الكلمة مهمة بمعنى وموضوع أيضا معلوم على الشكل، أن لدي الآن مثلث قائم الزاوية ومطلوب حساب طول المطرح. طبعا معروف عندنا نظرية فيثاغورث ومطلوب حساب الوتر. إذا عذرا هنالك خطأ، يعني سين تربيع أو ألف لا فرق. إذا سين تربيع تساوي مجموع مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعين طولي الضلعين الآخرين. إذا ونكتب 12 مربعها 144 و 5 مربعها 25 يساوي 169، هذه هي سين تربيع. سين تساوي الجذر الموجب ب 169 يساوي 13 سنتيمتر. بنفس الطريقة نعلم سؤال آخر، لكن الضلع المجهول هنا عبارة عن الضلع القائم وليس الوتر. إذا بنفس الطريقة اعتمادا على نظرية فيثاغورث نكتب مربع س تربيع يساوي مربع الوتر ناقص مربع الضلع الآخر. بمعنى أننا طبقنا نظرية فيثاغورث، مربع الوتر يساوي مجموع المربعين وبإضافة النظير الجمع للطرفين، يعني نضع ناقص. وخلاصة الكلام، إذا كان مطلوب حساب الوتر نجمع المربعين، وإذا كان لدينا مطلوب الضلع القائم نطرح مربع الوتر من مربع الضلع القائم. مربع العشرة 108 مربع 64 والناتج 36، وتكون س تساوي الجذر الموجب من عدد 36 ويساوي 6 سنتيمتر. أوجد مساحة شبه المنحرف المرسوم جانبا. شبه المنحرف لدينا له قانون. قانون شبه المنحرف هو م يساوي نصف ضرب ق واحد زائد ق اثنين ضرب عين. ماذا تعني ق واحد؟ ق واحد القاعدة الأولى، وق اثنين القاعدة الثانية، وعين تعبر هذا رمز الارتفاع، طول الارتفاع. إذا لدينا في الشكل لاحظ القاعدتين.
الجزئيتين. إذن هذه القاعدة الأولى وهذه القاعدة الثانية، والارتفاع واضح دائما لدينا العمود عمودي طبعا، الارتفاع عمودي، إذن الزاوية قياسها 90 درجة، إذن هذه 3 سنتيمتر تعبر عن طول الارتفاع. نعوض هذه القيم قاف 1 وقاف 2 والارتفاع في القانون، إذن نصف القاعدة الأولى 2.4 والقاعدة الثانية 3.6 سنتيمتر والارتفاع ب 3 سنتيمتر باستخدام الآلة الحاسبة أو الحساب الذهني. 2 زائد 3 صحيح 5 و6 جزء من 10 4 جزء من 10 يعني 1 صحيح مع 5 ويصبح الناتج 6 ونصف ال 6 نصف الستة 3 وثلاثة ضرب 3 يساوي 9، ويمكن استخدام طبعا الآلة الحاسبة للسهولة. ننتقل معكم إلى سؤال جديد. حل التناسب التالي موضحا الخطوات. أسهل طريقة لحل هذه التناسب هو بالضرب التقاطعي. الضرب التقاطعي، إذا نبدأ دائما من الحرف، إذا س ضرب 2 يساوي 5 ضرب 9، ثم نقسم الطرفين على المعامل عدد الس، إذا نقسم الطرف الأول على 2 والطرف الثاني أيضا على 2. نلاحظ هناك اختصار 2 تقسيم 2 1 و5 ضرب 9 45 تقسيم 2، وللآلة الحاسبة نجد الجواب 2.5. ننتقل معكم إلى سؤال جديد. أوجد النسبة المئوية من 75 ليكون الناتج 23. طبعا المسائل التي تتعلق بالنسبة المئوية لدينا أكثر من طريقة. الطريقة الأولى وهي باستخدام المعادلة، إذا النسبة المئوية ضرب العدد يساوي الناتج. المطلوب حساب النسبة المئوية، لذلك نعوض في هذا القانون المطلوب نرمز له بالرمز س. إذا النسبة المئوية س ضرب العدد 75 ليكون الناتج 23، ثم بالضرب المطلوب الضرب بالطرفين والاختصار نجد أن الجواب يساوي 23 على 75، وباستخدام الآلة الحاسبة والتقريب للأجزاء من 100 يكون الجواب 31 جزء بالمئة تقريبا. ولنضع النسبة بصورة نسبة مئوية نحرك الفاصلة إلى اليمين مرتين، ونستبدل بهذا التحريك رمز النسبة المئوية. إذا النسبة المئوية من 75 يكون ناتج 23، هذه النسبة 31% تقريبا. وننتقل معكم إلى سؤال جديد. أوجد العدد الذي يساوي 20% من 75. نعتمد في الحل على كتابة تناسب و العدد نرمز له بالرمز س ونعوض في هذا التناسب. إذا نبدأ أولا بالنسبة المئوية 20 تقسيم 100 يساوي العدد، مطلوب هنا كلمة من، إذا من عندما يطلب العدد ولدينا كلمة من نضع العدد في البسط والعدد الأساسي 75 في المقام، ثم باستخدام الضرب التقاطعي، إذا نبدأ كما قلنا بالحرف بالرمز س ضرب 100 يساوي 20 ضرب 75، ثم نقسم الطرفين على المعامل العددي بال 100، 100 مع 100 اختصرت، 100 مع 100 اختصرت، و 20 ضرب 75 تقسيم 100 بالآلة الحاسبة أو بالحساب الذهني نحصل على الجواب 15، ويمكن التحقق من صحة الناتج بضرب تعويض س
يساوي 15 ضرب 15 في 120 في 75 ويجب أن يكون الناتج متطابق. ننتقل معكم إلى سؤال آخر. أيضا تطبيقات على النسب المئوية. أخرج رجل زكاة أمواله فبلغت 400 دينار. يجب أن ننتبه هنا إلى المطلوب. أوجد قيمة المبلغ الذي استحق هذه الزكاة. علما أن نسبة الزكاة المئوية 2.5% مما يملك. إذن القانون نسبة الزكاة تساوي مقدار الزكاة إلى المبلغ. نسبة الزكاة هنا معطية في المسألة 2.5%. إذن نعوض 2.5 على 100، طبعا وضعناها بصورة كسر لنكتب التناسب. طريقة الحل دائما الأسهل هي أن نستخدم التناسب، ثم بعد ذلك بالضرب التقاطعي، ونبدأ كما قلنا بالحرف المتغير يعني س، و 100 ضرب 400 تقسيم 2.5، أو ممكن نقول مباشرة ممكن أضع س تساوي الوسطين 100 ضرب 400 في البسط، وفي المقام نضع الطرف 2.5، ثم باستخدام الآلة الحاسبة يمكن أن نحصل على جواب 16000 دينار. لاحظ معي دائما الزكاة نسبة 2.5 يعني مبلغ صغير مقارنة بالمبلغ الأصلي الذي هو 16000 دينار. وفي مسائل أخرى لو طلب العكس، أي ممكن أن يعطينا المبلغ ويطلب الزكاة، ونضع السين مكان مقدار الزكاة ونحل التناسب بنفس الطريقة. ننتقل معكم إلى سؤال آخر. أوجد القيمة الجديدة بعد التزايد. 24 دينار تزايدت بنسبة 35%، يريد حساب القيمة الجديدة بعد التزايد. هنالك قانون النسبة المئوية تقسيم 100 يساوي مقدار التغير على العدد الأصلي. إذن لنبدأ أولا بتعويض هذه المعلومات في القانون. النسبة المئوية 35 على 100 يساوي مقدار التغير، هذا العدد الذي بدأت به يسمى العدد الأصلي. إذن مقدار التغير هو المطلوب حسابه، فأضع مكانه س والعدد الأصلي الذي بدأت به 24، ثم باستخدام الضرب التقاطعي، إذن نبدأ لنا من حرف س الطرفين في البسط، وفي المقام نضع 100. إذن مقدار التغير بمعنى مقدار، انتبه لهذه الكلمة تزايد، إذن مقدار التزايد كم؟ بدأنا ب 24 دينار، ومقدار التزايد الذي قمنا بحسابه 2.4. نريد الآن القيمة الجديدة بعد التزايد، أي بدأنا ب 24 وزاد هذا المبلغ بمقدار 8.4، زاد أي ينبغي أن أجمع. إذن القيمة الجديدة بعد التزايد 24 والزيادة 8.4، والقيمة النهائية بعد التزايد، القيمة الجديدة بعد التزايد 32.4 دينار. ننتقل معكم لسؤال جديد، وهو سؤال طريقته تطبق على الوحدة كاملة. الوحدة هي وحدة التحويلات الهندسية، وفي التحويلات الهندسية لدينا دائما قاعدة، هنالك قاعدة للإزاحة وهنالك قاعدة للإنعكاس في المحور السيني، أو الإنعكاس في المحور الصادي أو في الدوران. إذن كل ما علينا أن نطبق هذا القانون، هذا القانون نطبقه على رؤوس الشكل. إذن لنقرأ السؤال. ارسم صورة المثلث ألف باء جيم تحت تأثير إزاحة قاعدتها س ص، و
سين صاد القاعدة سين ناقص واحد والإحداث الصادي إحداث السين سين ناقص واحد والإحداث الصادي صاد زائد اثنين. لاحظ معي الإحداث السين إحداث السين أطرح منه واحد والإحداث الصادي أجمع عليه اثنين. إذا نطبق هذه القاعدة على رؤوس الشكل، النقطة ألف نوجد إحداثها السين والصاد نزولا من ألف باتجاه محور السين، إذا الإحداث السين إحداث السين لألف كم؟ أربعة، والإحداث الصاد أتجه باتجاه محور الصاد على نفس استقامة الخط، إذا الإحداث الصادي كان 2. الصورة، إذا وضعت النقطة الآن الصورة، نأخذ السين ونطرح منها واحد، هذه هي السين، نأخذ السين 4 ونطرح منها واحد، ونأخذ الصاد ونجمع عليها 2، هذه هي الصاد 2 ونجمع عليها 2 والجواب يساوي 4. نأخذ النقطة الأخرى وهي باء، الإحداث السين 4 والإحداث الصاد سالب 3، ونطبق القاعدة، السين نطرح منها واحد، السين نطرح منها واحد، والصاد الصاد سالب 3، الصاد نجمع عليها 2، الصاد سالب 3 ونجمع عليها 2، ونحصل على صورة النقطة باء باء شرطة 4 ناقص 1 3 وسالب 3 زائد 2 سالب 1. ثم نأخذ النقطة جي، النقطة جي نكتب إحداثيات النقطة جي، إحداثيها السين موجب 1 والصاد سالب 3، إذا موجب 1 ونطبق القاعدة، نأخذ السين ونطرح منها واحد، إذا هذه السين ونطرح منها واحد، ونأخذ الصاد ونجمع عليها 2، هذه هي الصاد، نأخذ الصاد ونجمع عليها 2، والجواب النهائي 1 ناقص 1 0 سالب 3 زائد 2 سالب 1. نقوم بتعيين النقاط، إذا النقطة ألف ألف شرطة اللي هي موجب 3، كيف نرسم ألف شرطة من نقطة المبدأ؟ من نقطة المبدأ وهي نقطة تقاطع المحور السيني مع الصاد، من هذه النقطة ألف شرطة كيف نتحرك؟ المحور السيني له حركتين، إذا كان موجب من يمين وإذا كان سالب نتحرك لليسار، والمحور الصادي إذا كان موجب نتحرك للأعلى وإذا كان سالب نتحرك إلى الأسفل. نقوم الآن بالانطلاق دائما من نقطة الأصل، إذا ألف شرطة 3 موجب، إذا أتحرك من المبدأ موجب 3 إلى اليمين، وموجب 4 أي نحو الأعلى، وهذه هي النقطة ألف شرطة. بنفس الطريقة أيضا الباء، إذا هذه هي الباء صورتها 3 سالب 1، إذا من الصفر نذهب إلى اليمين موجب 3 وسالب 1، إذا إلى الأسفل، إذا موجب 3 وإلى الأسفل سالب 1 وهي باء شرطة صورة باء. ثم جي بنفس الطريقة الجي صفر سالب 1، من المبدأ صفر أي لا نتحرك لا يمين ولا يسار، لأن هذا إحداث السيني إما لليمين أو لليسار، إذا عند الصفر نبقى ثابتين في مكاننا لا نتحرك لا يمين ولا يسار، أما على الصاد نتحرك نحو الأسفل سالب 1. نقوم برسم النقاط والتوسيط فنحصل على المثلث ألف شرطة باء شرطة جيم شرطة، صورة المثلث ألف باء جيم تحت تأثير إزاحة قاعدتها سين ناقص 1 وصاد زائد 2. وبنفس الطريقة نطبق قانون الدوران أو قانون الانعكاس، نضع النقاط
وتحياتها، ثم نقوم بتطبيق القاعدة المعطاة إزاحة أو انعكاس أو دوران، ونحصل على الصور الجميلة، ونقوم بتعيين صور النقاط التي هي عبارة عن رؤوس الشكل، ونوصل ونحصل على الصورة بالشكل بعد تطبيق القاعدة. وهنالك نصيحة أولادي الطلبة، هنالك نصيحة مهمة، ارسم دائما بالقلم الرصاص، ارسم دائما بالقلم الرصاص. هذه الحسابات لا مشكلة، لو أخطأت يمكن أن تشطب، هنالك مكان يمكن أن تكتب فيه، لكن في الرسم إذا أخطأت فليس لديك شبكة أخرى لترسم بها، ارسم بالرصاص، وبعد ذلك ثبت عملك بعد أن تكون واثقا منتهي من عملك، ثبته بالحبر الأزرق. نشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى لقاء جديد في مراجعات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.